الفيديو جيف اواي ده برعايه موقع يور ريفيوز. ولو انت رايح تشتري موبايل فواحده من احسن الطرق ان انت تعرف موبايل ده كويس ولا لا ان انت تروح تشوف اراء المستخدمين الفعليين للموبايل ده، لان اللي قاعد مع الموبايل ده سنه او 6 شهور او 5 شهور او ايا كان هيبقى احسن شخص يقول لك الموبايل ده عيوبه ايه ومميزاته ايه وهو مستريح معاه ولا لا. ولو انت شخص معاك موبايل ما وعاوز تشارك تجربتك مع الناس، موقع يور ريفيوز هي منصه عاملينها شباب من جامعه عين شمس، هدفها ببساطه انها تكون الوسيله ان الناس اللي عاوزه تكتب مراجعاتها عن المنتجات اللي معاها تكتبها، والناس اللي عاوزه تعرف اراء المستخدمين الحقيقيين في الموبايل اللي هم رايحين يشتروه يدخلوا على الموقع فيشوفوا المراجعات دي ويقدروا بقى يقارنوا ما بين موبايله التاني عن طريق اراء المستخدمين. دي ببساطه الفكره السريعه لموقع يور ريفيوز. هسيب لكم الرابط بتاعهم تحت في الديسكربشن، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاع النهارده واللي هنعمل فيه مقارنه او هنشوف فيه ايه هو احسن باند في مصر، وبرده هنعمل جيف اواي جامده. السمارت باندز اللي هيخشوا معانا في المقارنه في الفيديو ده هما الاونر باند 4 الرننج اديشن، الانفينكس باند 4، الانفينكس باند 3، والشاومي مي باند 4. كل الاربعه دول هيخشوا معانا تحت الاختبار وهنقارن ما بينهم في نقط مختلفه ونشوف مين احسن باند ممكن تشتريها في السوق دلوقتي. فخلينا نبدا باول حاجه وهي جوده الباندز دي. طبعا زي ما انتم شايفين كلهم معمولين من الرابر، السوار بتاعهم من الرابر، ولكن بالنسبه لي انا احسن باندين في الجوده كانوا هما الاونر والشاومي. الاثنين دول كنت بتحس فيهم ان هما جودتهم احسن، شكلهم احسن في الايد، ولكن ان كنت لازم اختار واحده بس فهختار بالتاكيد الشاومي مي باند 4، والسبب في كده ان شكلها احسن من الرننج اديشن، لان الرننج اديشن ببساطه هي او الاونر رننج اديشن هي ببساطه للجري، فهي شكلها ما ينفعش تلبسه طول ما انت ماشي، انت تلبسه وانت بتجري وانت بتلعب رياضه بس. انما الشاومي على العكس هي شكلها كويس، ممكن تلبسه في اي وضعيه يعني او اي مكان وانت ماشي، ده غير انها شكلها برضو اقيم من اونر. فبالنسبه لي رقم واحد هيبقى المي باند 4، وبعد كده الاونر باند 4، وبعد كده هتكون الانفينكس باند 3، واخيرا هيبقى الانفينكس باند 4. بعد الجوده بتيجي المميزات، ولازم نبقى عارفين ان اساسا الباندز دي هي اسمها سبورت باند، يعني هي بالاساس مميزاتها موجهه للرياضه، بالتالي كل الباندات دول الاربعه دول هم هيساعدوك ان انت تجري وتعمل رياضه وتحسب خطواتك وتحسب الجري بتاعك وتعد قد ايه انت جريت والكلام ده كله. ولكن انفينكس باند 3 والشاومي مي باند 4 هم الباندين الوحيد فيهم اللي فيهم مستشعر لضربات القلب، بالتالي ده بيضيف ليهم ميزه في الرياضه اكتر، ان انت تقدر تقيس بقى ضربات قلبك وانت ماشي، وتقدر تقيس بقى نومك والنوم العميق والكلام ده كله، فبيدوك مميزات اكتر. وان كان الانفينكس باند في تجربتي انا ما كانتش دقيقه في قياس ضربات القلب، ومكتوب كمان انها بتقيس ضغط الدم والكلام ده كله، ولكن الكلام ده كله بالنسبه لي ما كانش دقيق في الانفينكس باند، وكان دقيق وكويس جدا في المي باند 4. بالتالي لو كنا هنختار حاجه في المميزات فهي بالتاكيد المي باند 4، وبيجي بعديها الانفينكس باند 3. ده كان بالنسبه للمميزات الرياضيه. اما المميزات العامه بقى اللي الناس بتحتاجها زي ان انت تشوف الاشعارات وتشوف المكالمات اللي بتجيلك، فكل الحاجات دي برده شغاله في الاربع باندات، ولكن في مميزات اضافيه في الشاومي مي باند 4 والانفينكس باند 3، زي مثلا ان انت تقدر تتحكم في المقطع الصوت اللي شغال على الموبايل بتاعك، او تاخد صور، او تعمل ستوب ووتش، وتعمل شويه حاجات من خلال الباند بس. فالباندين دول اللي هم الانفينكس باند 3 والشاومي مي باند 4 مميزين في الحاجات دي كلها، ولكن كنت لازم اختار واحده بس فاختار طبعا المي باند 4، لانها يعني احسن في الحاجات دي ومعموله لك بشكل احسن، واليو اي بتاعها احسن وبتقدر تتحكم فيها بالتاتش كامل. لما نخش في النقطة اللي بعد كده وهي نقطة الشاشات بتاعت البندات دي، فبالتأكيد أحسن شاشة فيهم هي شاشة المي باند 4، والسبب في كده إنها شاشة ملونة وشاشة حقيقية وشاشة تاتش تقدر تلمسها كلها، مش بس زرار واحد بس هو اللي تقدر تلمسه زي باقي البندات التانية. وممكن نقول اللي بعديه برضو الإنفينكس باند 3، الشاشة بتاعتها حلوة لأنها كبيرة برضو، ولكن البندين التانيين اللي هم الإنفينكس باند 4 والأونر باند الشاشة بتاعتهم صغيرة، ولكن تحت الشمس بقى لما تيجي تبص عليهم تحت الشمس فأغلبهم مش حلوين خالص تحت الشمس، أونر هي أحسنهم تحت الشمس لكن برضو مش حلوه يعني. ومن الحاجات الحلوه ان الشاشه بتبقى في البندات دي مطفيه، ولكن لما تيجي ترفع ايدك كده بتلاقي الساعه ظهرت. الحقيقه ان السنسور اللي بيعمل الحركه دي هو شغال باحسن شكل في الاونر باند 4، يعني الاونر باند 4 حساس جدا، لأول ما تعمل كده بيظهر لك على طول، عكس البندات التانيين اللي ساعات بتاخر وساعات مش بيحس قوي الموضوع ده. بالتالي في نقطه الشاشه انا بندي نقطه للمي باند 4 ونقطه للاونر باند 4. نقطة كمان ممكن نقارن ما بينهم وهي التطبيقات بتاعتهم اللي بتربطهم بالموبايل. طبعا اونر بيربطها تطبيق واوي هيلث، وشاومي بيربطها تطبيق مي فيت، اما انفينكس فبيربطها تطبيق انفينكس لايف. تأكيد تطبيق انفينكس لايف هو اضعفهم من حيث شكل الواجهة ومميزاتها والكلام ده كله. وبالنسبة لي اونر وشاومي كانوا تقريبا متساويين جدا في التطبيقات بتاعتهم، كانت محترمة جدا ومعمولة بشكل كويس واليو اي بتاعتهم كويسة، ولكن لازم اختار واحدة فهختار واوي هيلث والاونر باند 4، لان واوي هيلث بالنسبة لي اليو اي بتاعها كان معمول بشكل احسن.
لما رتب البندات دي من حيث السعر. فزي ما الشاومي بي باند 4 كانت بتغلف في حاجات كتير قوي، فهي كذلك اغلاهم بسعر 600 جنيه، وبعد كده بتيجي الاونر بسعر 400 جنيه، وبعد كده الانفينكس باند 3 ب 300 جنيه، واخيرا ارخصهم هي الباند 4 من انفينكس ب 200 جنيه بس. بالتالي ان كنت انا هختار حاجه، فاول حاجه في وجهه نظري ان انا ما كنتش معجب قوي بالاونر باند 4 الرننج اديشن لسببين. اولا ان سعرها 400 جنيه ومش بتقدم بس غير موضوع الجري، ما فيهاش نبضات قلب وكده، وشكلها مش مناسب ان انت تمشي بيها يوميا، يعني لازم تمشي بيها بس وانت بتلعب او انت بتجري. اما الانفينكس باند 3 فهي فيها مميزات كتير، ولكن زي ما قلت لكم موضوع نبضات القلب ده فيها فيستك شويه، اللي هو مش جامد قوي، يعني هو مش دقيق جدا وبيحدد في اي حاجه وخلاص. بالتالي هي ما زالت براند كويسه بسعر كويس جدا 300 جنيه لو انت عاوز حاجه رخيصه وفيها الحاجات دي كلها. اما لو انت عاوز تجري بس فانصحك بالباند 4 من انفينكس، لانها ببساطه ارخص واحده فيه وما تساعدك ان انت تجري وخلاص من غير اي مشكله، مش بتضطر تدفع 400 جنيه عشان تجيب الاونر باند 4، الا طبعا لو انت بتحب بقى الجوده وكده هتطلع للباند 4. بالتالي بالنسبه لي الوينر او الكسبان هنا هيكون المي باند 4، احسن باند من ناحيه الكواليتي، من ناحيه التطبيق بتاعها، من ناحيه حاجات كتير قوي، ولكن سعرها عالي شويه. كده خلصنا المقارنه، خلينا بقى نتكلم عن الجيف اواي، وطبعا اغلبكم جايين عشان الجيف اواي انا عارف، فخلينا نتكلم عن الجيف اويز. الاربع بندات دول بالتعاون مع موقع يور ريفيوز هنعمل لهم جيف اواي، والشروط بسيطه جدا. هتخش على موقع يور ريفيوز تكتب تقييم للموبايل بتاعك على الموقع، تسجل بقى بالفيسبوك او اي حاجه، بس عموما اكتب تقييم للموبايل بتاعك على موقع يور ريفيوز، وترجع هنا في الكومنتات تكتب اسمك اللي انت كتبت بيه ريفيو هناك والموبايل اللي انت قيمته على الموقع. وطبعا مش محتاج اقول لك ان انت تكون عامل سبسكرايب للقناه هنا. وهنختار حد من الكومنتات عشوائي يتاكد اذا كان عمل تقييم على موقع يور ريفيوز ولا لا، ويكسب الباند. اختار اربعه طبعا يكسبوا الباندز. اول واحد هيكسب المي باند 4، ثاني واحد هيكسب الاونر، ثالث واحد هيكسب الانفينكس، والاخير هيكسب الانفينكس باند 4. وبس كده، ده كان فيديو النهارده بالتعاون مع موقع يور ريفيوز. اتمنى يكون عجبكم واتمنى انتم تشاركوا في الجيف اواي. وبس كده، سلام.